صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر الكلام في هذه الأيام عن الزواج بنية الطلاق، فهل هو عقد صحيح وهل له شروط؟ هؤلاء فارغين، ما لهم شغل إلا يتجادلون. الزواج ما هو بنية الطلاق، الزواج بنية الاستمرار والعشرة والإنجاب والعفاف، عفاف الرجال والنساء وقيام الرجال على النساء، ما هو من أجل فقط المتعة ثم يتركها. هذا لا يجوز، هذا يشبه المتعة، هذا يشبه المتعة المحرمة. نعم.